اللقاء اللقاء هيتشكوكي على كل حال كان مثير جدا جدا. بدايته كانت يعني متوسطة ومن بعد تبدلت بعد الإقصاء تاع العار تاع جديدة تبدل لله ولات جديدة حبت يعني دارت بلوك با باش يلعبوا الكونتر بالمصوبة والذهبي وحنا كنا اوبليجي باش نديرو سيركيلاسيون دي بالا ونفوتو على الأطراف وكل شيء. اني جامي فاصيل تلعب ضد ديكيب ب 10 لاعبين جامي ما كانت حنا لعبنا في جديدة ميطون كاملة ب 10 ودرنا 0-0. اني جامي اصعب حاجة المدرب او فريق نهار الخصم ديالك تلقاه ب 10. اولا اللاعب يضغط على نفسه، الجمهور يزيد يضغط على اللاعبين، سير 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 شغل الحومة، والخصم كيلقى روحو ب 10 هذاك الوقت وين اللاعبين يزيدوا يتشجعوا يلقاو روحهم ب 10. وصلت لنا حنا جديد هذا لابريل صعيب باش تلقاها، لكن حاولنا لقينا روحنا وقت يعني كونتر لو كور دو جو ضد يعني ضد مجريات اللقاء حنا مدومينيين، لقينا روحنا خدينا البيوت ولا ماتش اخر. بعد بدلنا قريب 5 اتاكون ولا كملنا ب 5 اتاكون ولا قدام ماركينا، ومن بعد اسكو الفار نصفتنا الفار ما نصفتناش، اسكو كنا بنقطة ومن بعد لقينا روحنا بزيرو بوان ومن بعد ولينا جديدة بان بوان ومن بعد ولينا تروا بوان ومن بعد هذه الظروف نظن بلي درنا بزاف لي زيفور درنا بزاف الاخطاء كون ما يكونوش لي فوت ما تكونوش دي لوجا درنا دي فوت دي ناتونسيون تاع نقص تاع خبرة. وقت اللي نبقاو نلعبو بتروا ديفونسور صافي دير بلي عندنا كم هائل القدام ما لازمش الديفونسور يزيد يطلع فوالا. كانت هذاك صرا البريمي بيت حاجة عادية ومن بعد ليكاليزينا ومن بعد ما تنساوش بلي جاونا دي بيت في سيمات خرجوا من لالين دو تروا زوكازيون خرجوا من لالين. انا راضي بصراحة راضي مانيش راضي على لي بوا كنت نتمنى اليوم ديري تروا بوا لكن راضي على المردود مباراة يعني لي دو زيكيب يستاهلوا نقطع على حساب المجريات فيها. وانا خويا